الرادار. عبد العزيز درغوث باعث مشاريع المشروع نتاعو هو ام تي اش معايا هو ولد اكسبريس اف ام دايوغ يظهرلي ماهوش غريب عليكم. مع السلامة عبد العزيز. وي اهلا بيك ياجر، مرحبا بيك، ميرسي دو مافوار انفيتي. تعرف اللي الجمعه هذه الكل قاعدين نخصوا فيها للدياسبورا والكفاءاتنا التونسيه في الخارج اللي عددهم ما يتحسبش، عندهم دي سي في معناها امبرسيونون. الفكره انه كيفاش ينجم يصير تشبيك، كيفاش ينجم يصير نرجعوا، قاعدين نحكيوا برشا على الناس اللي قاعده تهرب وتسافر وهجرت الادمغه، اليوم قاعدين نفكروا كيفاش ينجموا يرجعوا ويستثمروا. ما انك انت عندك خبره في الميدان عبد العزيز، اليوم كيفاش نجموا نعملوا باش نسهلوا لهم؟ خلينا نحكيوا على الاداره التونسيه قبيله مع امل تونسي نفس معناتها النقطه طرحت اللي ما زلت فما حاجات غريبه، معناها اليوم دخل الاداره التونسيه وكاني ما دخلتش في القرن الواحد وعشرين. لا هو واضح التيرو اليوم التوانسة اللي عايشين البرة فرصة تاريخية لابروف اللي توا تقريبا ثلاثة سنين كل عام الفلوس اللي يرجعوا لتونس من وخياننا في أوروبا وفي العالم في كندا وفي كل البلدان العالم عمال تقوى، الفلوس عمال تزيد ب 30 و 40 وساعات الدوبل لي مونطون اللي قاعدين يبعثونا فيهم، بيان سور باش يشريوا ديار وباش يشريوا اراضي وباش يشريوا برشا حاجات يعاونوا وخيان ويعاونوا عائلتهم، اما احنا نحبوهم يستثمروا في تونس. هذه نقطة نمبر واحد. مالوغوزمون من 2011 وقت كي صارت الثورة والتوانسة اللي برا يعني فرحوا وكانت عندهم ليسبواغ باش يجيو يستثمروا في بلادهم، الواقع طلع مرير جدا. وقت كي جاو باش يستثمروا لقاو واقع آخر، مش كيما هو عايش في فرنسا ولا في كندا ولا في أمريكا ولا في إيطاليا يستثمر غادي بسهولة تامة، يجي لنا يلقى تعطيلات شتى. وهذا يعني الإدارة التونسية مولات سبيساليست في العمليات هذوما، وحتى توا ما كناش الحلول يعني اللي بها الفائده. انا شو نقول اليوم قبل كل شيء، خاطر نحكيو برشا حتى يقولوا علاش على خاطر يبعثونا برشا فلوس. اون اوبورتينيتي كبيره. هيت نعرفوا شكونهم زوز ملايين توانس اللي عايشين برا، حتى توا ما عملنا حتى اتيود باش نعرفوا شكونهم بالضبط. قداش من واحد يعني شيف دونتربريز، قداش من واحد عنده عائله، قداش العائلات، قداش كبرهم، الاعمار نتاعهم، وين داج صغارهم. ما عملناش باش نجموا احنا ناخذوا قرارات ونجموا نقولوا احنا وخياننا التوانسه اللي برا شكونهم وكيفاش نجموا نعاونوهم. لازم نقبل كل شيء احصائيات باش نعرفوهم شكونهم ونجاوبوا على الاحصائيات. وقت كي انت اليوم مثلا ناخذوا الكام تاع لاتيش كي يعمل الى اورغانيزي اللمه المزيانه برشا، لازمنا نعرف حاجه اللي لاتيش موجوده في فرنسا. يعني لاتيش اللي هي لاسوسيسيون تونيزين دي غوند ايكول موجوده في فرنسا وموجوده في انجلترا وموجوده في اسيا. دونك عندهم ديجا الباز دو دوني اللي هما مشاو لها وقالوا لهم مرحبا بكم، رانا باش نتلموا في تونس مادام انتم جيتوا للعطله نتاعكم ولا جيتوا باش تحوسوا، راهو باش نتلموا ونعملوا لمه. وكانت بكل صراحه لما خشينا ياسر، علاش في النتوركينج يعني تصاب العباد اللي عايش في انجلترا تحكي معاه وبتدخل تنجم تعمل علاقات معاه بالطبيعه، تنجم تعمل حتى ديزافيغ معاه. انا جو بونس العمليه هذه اللي صارت في لاتيش تنجم تتعاود من دون فاسون بوكو بلوز امبورتون اللي هي مدروسه. نقولوا راهو مثلا الدوله التونسيه عن طريق الفيبا ولا عن طريق تكون عندها دي موان زاد فينونسي باش تعمل اون اتيود كبيره برشا، وهذيك سي لا بروميير ايتاب. الدوزيام ايتاب وقت كي نعرفوا لو بوتونسييل الكبير نتاع التوانسه في البر اللي هما عندهم ديزافونتاج برا. وقت كي استثمرت اليوم سامحني في لو سود دو لا فرانس، راهو ساعات في سود دو لا فرانس عندك سود دو لا فرانس عندك يمكن التكاليف نتاع حلين لونتربريز نتاعك اقل من تونس. توا شي انت اليوم يعني اليوم وقت تو كومبار مثلا باش تحل المستثمرين في العالم يكومبار البلدان، فما ديزافونتاج، فما سوق، فما مثلا غيان كو التكلفه نتاع حلين شركه اليوم في السود دو لا فرانس سي موان شير. اسكو سي نورمال اليوم يعني في تونس حتى حد ما تسائل انا وقت باش نخلي المؤسسه نحل في تونس اغلى ولينا اغلى حتى من فرنسا، هل معقول؟ دونك هذوما حاجات اللي جو بونس كي دوزيام ايتاب لازمنا زاده نفهموا باش نحلوا شريك شنو هو التسهيلات نعطيهم للخيانة اللي هما عايشين. ومش كانوا وعلاش كانت توانسه برك ينجم يكون توانسه اللي عايشين في فرنسا وينجم يكون زاده افارقه
كنت كنت عايشين في افريقيا مش حتى في بالطبيعة اوروبا برك. بحكيو على الجنوب، جنوب زايدة راهو مش هو 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 ساعة جوست باش نقول لك اللي مش لا توجو حدا كنت منظمة ليفينمون، هما 6 جمعيات منهم تايب منهم تي تي يو منهم التاج، فهمتني، هما 6 جمعيات معناها توينسا من العالم تقريب اجمع، يعني من العالم حتى العربي من قارتنا كما قلت انت من افريقيا، دونك تلموا قريب 600 معناتها بسهولة. عندك الحق، يظهر لي عندنا نقطة ضعف كبيرة في حكاية الدراسة معناتها الدراسات والإحصائيات، ما نعرفش منين جاية قلة إمكانيات حسب رأيك أنت عبد العزيز، علاش جوستومون الدولة ناقصة دراسات وإحصائيات؟ إي أنا حسب رأيي نقص نتاع إمكانيات، إي بي مسامحني في تونس راهو لي كومبيتونس موجودين موجودين ورينا احنا لي كومبيتونس، يعني إذا أنت عندك لي مويان فينونسي تبارك الله تونس عندنا دي كومبيتونس عندنا دي بيرو ديتود نجموا يعملوا لك الإحصائيات باش أوموا تعرف روحك شنو تنجم تقدم لهم أنت تونس. احنا توا نقدموا لهم في حاجة برك بازيك سامحني في الكلمة يعني تافهة، إيش معناتها يا خويا؟ أي تونسي أنا بنك أي حل عندي توا يعني لي بنك سبات pour le Tunisien, allez. Écoute, le meilleur service va prendre, lakin ana je me bats pour le Tunisien باش نسهل له رجوع لتونس. يعني هو ديجا حب سامحني، يعني ما ياخذوش التوانسه اللي ليهم برشا. ثلاثيام كاتريام جينيراسيون دوزيام جينيراسيون، لكن ياخذوا التوانسه اللي هربوا من 2011. هربوا نقول لك هربوا، هربوا على خاطر اينون بوفي بلو ما عادش ينجموا يعيشوا في البلاد هذيا، مشي يا خويا قال لك ما عادش ينجم نمشي نعيش برا، هذوما راهم في كلاس موين سوبيريور. هما في طب وانجينيريات ويخلصوا مليح في تونس رغم ذلك مشاو يعيشوا في كندا وفرنسا والمانيا اكسيتيرا. الناس هذوما انت مازلت عندهم حراره تونس، مازلت عندهم لونفي باش يجي لتونس. يا اخي ما خممتش انت شنو كيفاش تنجم تسهله؟ ما نقولش باش يروح، هو مازلت مش شادي عامين 3 4 5 سنين، اما ما حاولتش انت كيفاش تو بروفيت دو لوي ابار بفلوسه ابار لو فات اللي يجي باش يحط فلوس ويشري ارض ولا برتمان، هو ما خممتش انت كيفاش تنجم مثلا كراود فاندي. يعني غير معقول في بلاد يعني احنا نحبوا نصلحوا وما نحبوش ناخذوا قرض الاف ام اي، نجيو العمليه كيما كراود فاندينغ اللي هي بلاتفورم تسهل الاخوين التوانسه باش يستثمروا في شركات صغار في تطاوين وفي جيبس كف. الكراود فاندينغ هذايا جات وزاره الماليه والبنك سنترال سكروا قال لك لا يا خويا كراون فاندينغ شكون قال لك مش بلانشيمون دارجون شكون قال لك وشكون قال لك؟ ما احنا في تونس عندنا سبيساليتي نتاعنا نشق في كل شيء ونسكر، تعود تقول باهي يا سيدي شق خلي محلول وصلح واعمل ريغلومونتاسيون اللي هي خفيفه واللي خويا يغلط يخلص كما في امريكا تغلط تسرقش حتى كالسيت تخلص قد تسرق بانكا يعني وقتك تغلط تخلص، اما خليها بتخدم. اي معناتها نورمال كراود فاندينغ اللي هي فرصه تاريخيه باش يخيلنا التوانسه اللي مشاو لبرا يقعدوا يستثمروا في الاراضي والديار ويعملوا انفلاسيون فهمتي ولا لا بوغ اشتي دي ابارتمون ويخلي التونسي ما عادش ينجم يشري البرتمان يولي يستثمر في شركات الغار ويكبر في شركات في الجهات اللي هي فلاحيه اللي هي دي 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 ارتيزان دي بتيت سوسيتي. كراود فاندينغ سي لا سوليسيون ميراكل، شو مشينا احنا حطينا صبعنا في عيننا قلنا ليه يا خويا احنا خويا شكون قال لك وكي بعث لك 100 يورو علاش بعث لك 100 يورو؟ علاش بعث؟ يا ودي كيفاش بعث لي ولد عمي بعث لي 100 يورو باش نحطهم في الشركه نتاعي؟ ما انتش مدخلك. وانت يا خويا حاسب انت على اللامبو نتاعي يعني انا شركه في تونس. يعني هل معقول انت اليوم يعني وليه لو كان جينا عندنا بترول وغاز وامورنا واضحه والفلوس يا خويا صح اعمل اداره كونسيرفاتريس واللي تحب انت. احنا سيء فلسنا ومازلنا باش نفلس وراها يعني مدام هاجر باش نقول لك حاجه اللي هو اليوم تونس سي لا بروميير ايتاب نتاع لا فايت دو لا تونيزي سي لا بروميير ايتاب هذا ان شاء الله. ان شاء الله لا ما عادش نجمو بشويه بشويه ما عادش هذه ما عادش هذه ما نجموش نخلصوا اكسيتيرا لا دوزيام ايتاب با اتر بير الوغ كو لي سوليسيون اكزيست. الكراود فاندينغ علاش ما نعملوش كراود فاندينغ كيما في العالم اجمع؟ علاش؟ على خاطر 4 5 من الناس قروا لا، يعني تصور 4 5 من الناس هما عايشين في القرن اللي فات قال لك ليه احنا تونس ما فماش كراود فاندينغ؟ يا ودي لا لا ما فماش كراود فاندينغ. هما يخافوا من 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 معناتها يخافوا من حاجته وحاجات ما يخافوش منها خاطر البيروقراطيه معناها بلانشيمون صار برشا بلانشيمون صار من 2011 صار برشا بلانشيمون
يعني برشا عباد سي فري سمعنا وسمعنا برشا حكايات يعني تبييض اموال من ليبيا ومن من زير برشا برشا تبييض، وهذا مخطر على البلاد ما فما حتى شك. مش خاطر مخطر، مخطر على البلدان العالم، على البرونشيمون فما موجود في امريكا في فرنسا في ايطاليا في اسبانيا في كل البلدان العالم. وهما ما سكروش البلاد على خاطر باش يقضيوا على البرونشيمون، يقضيوا على البرونشيمون يزون كري اون ادمينستراسيون سبيسياليزي بور كومباتر البرونشيمون. احنا البنك سنترال لا سكر، كان فما 30 الف مؤسسه تونسيه لبيع يا خويا، منهم 29 الف سراق، 29 الف يبيضوا في الفلوس. باهي يا خويا سكر 29 الف، علاش سكر 30 الف؟ خلي الالف يخدموا معناتها على قاعده. هي معناتها البلانشيمون تبييض الاموال اختير، اما حتى البيروقراطيه راهي اختير على خاطر جوستمون هي البيروقراطيه هي اللي تجيب تخلف الفساد معناها. اختر وهاو لا بروف اوني اليوم. اليوم هنا وحلنا لوزوا ديما في باش نسلفوا فلوس. يعني اليوم احنا نعاود نحكي واحد تيرو راهي ريت والله انت جبت لي فكره تو هي اون كومبار ما بين لافامي وتيرو. صحيح لافامي اليوم سي لا سول سوليسيون باش تحلك يعني جوانحك باش تنجم تتسلف من 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 دوتر اورغانيزاسيون خاطر هي سي غارونتي كيلكو بار. مي اليوم تيرو سي اونكور بلو فور احسن من لافامي خاطر هو اكثر مستثمر. يعني انت تصور طبيب اليوم يربح مثلا نابورت كوا، يربح هو يعيش ب 1000 يورو وهو يربح 5000 يورو 4000 يورو باش يحطهم فهمتي ولا لا اوني باري. يقول لك انا اخويا نروح بهم لتونس ونستثمر ونعمل مشروع يربح 20% ولا نحط فلوسي في مشروع يربح 20 ولا 25% خير ما نحط ايبارني في فرنسا تجيب لي 5 6%. كلام مش غلط، معناها يزي من الاستثمار في الـ في الـ في, الـ في العقارات. خلي الفلوس هذيك تدور وتخلق، معناها تخلق فرص نتاع عمل. تدور الفلوس هذيك كان من العقليه نتاع البنك المركزي ووزاره الماليه والاداره نتاعنا تتبدل، والعقليه نتاع الوزاره ما تتبدل كان بعقليه جديده. ما تنجمش احنا كنا خايفين يزينا من الخوف، اليوم سيء وصلنا سيء مش خوف مش يعني لطف واحد شاقق كيما اخواننا الافارقه الشاقين البحر عليه. علاش انت ما حد مخمم تي سي لي بلو غران انتربرونور الافارقه هذوما اللي احنا مش عاجبيننا هذوما احسن لي زونتربرونور خاطر هو عاتي حياته وعاتي صغاره للبحر يعني للدونجي على خاطر السيد هذاك ان بلو غيان بيغ ما عادش عنده حتى شيء ما يخسر. دونك احنا اليوم تونس سيتويسيون ما عادش عندك ما تخسر، خايف على الدينار نتاعك. ايش ما هو خايف على الدينار؟ اي اوكي خايف على الدينار، ايش نعملوا احنا؟ عملنا تو ديريكتور اللي هو باش نحميوا روحنا من الانفلاسيون، لينا 3 سنين واحنا في الانفلاسيون فوق 10%. يزي توا فو شونجي. يعني احنا عملنا عام 50 فازا نجحت. اليوم 2023 نعملوا في فاز 1950. ما تخليش هذا الكلمه اللي قاعده تتعاود، ما تخليش في القرن 21 اي مازال شويه. تونس تربيت من غير كونتكست، اخويا عمل الاخر اخويا ما حتى كان الفيروري زيرو ريسك نيكزيست با. ما فهمتش. واليوم راهو يكذب عليك يقول قاعدين نحميو في البلاد، مانيش نحميو في البلاد. قاعدين البلاد نخليو فيها في اي موجه باش تجي تهزنا الكل. بكبيرنا وصغيرنا. وهذا واقع، هذا واقع يعني هاك ريت انت يعني مش معقول. يعني عندك انت اوبورتونيتي، عندك بترول، تصور انت عندك بترول، احنا عندنا تيرو، احنا عندنا بترول ونعرفوا وين وما نقبناش. علاش؟ على خاطر اللي يا خويا انت باش تنقب كي تنقب الارض يا خويا تصور واحد يطيح في النقبه هذيك، هذا قاعد كيفاش نخمو راهو دلو. اي هذه ميتافور راهو مش معناتها عندنا بترول. اي والله خاطر احنا مزعم في معناتها برشا خطابات شعبويه نتاع وينو الملح وينو البترول وينو بون. هي كي تتحط في الكونتكست نتاعها يمكن مش غلطه مش موضوعنا يعني. دونك تشريعات بيروقراطيه. كان نهار الخميس اللي فات جوستومون في ليفينمون هذاك دياسبورا كان الفيس بريزيدون تاع البنك مونديال تاع الريجون مينا فريد بالحاج اللي قال فما بلدان تخلق فيها شركه في نص ساعه. احنا تمشي وتجي على الاداره معناها باش تعمل شركه لين يظهر لي تتعب وتفد وتولي. احنا اوني سكيزوفرين. انت تمشي لابيل داير قلتها لجماعه لابيل، قلت لهم مش معقول راهو يا جماعه ايجا نخمموا مع بعضنا سويون انوفون. راهو اليوم احنا انت بيدك الاداره يعني المشكل في تونس اوني سكيزوفرين مع الشعب اوني سكيزوفرين في بعضنا في الاداره. تو انا مستقبل الناس كل تقول مستقبل بلاد كيما تونس هما لي ستارت اب. علاش؟ باسكو سا
سكيلابيليتي يعني لا فالوريزاسيون كبيره برشا وتونس تربح برشا دون دي زونتربريز وحده بركه اليوم تعوض 1000 شركه هاتري اكسبانسيا ولا انستديب ليفوليسيون تاعها في سبع سنين اللي اكسبونونسيال دونك احنا ستارت اب سي مستقبلنا اوكي سي لون دي سوليسيون لي بلوز امبورطون بي انت كي ستارت اب سي امبورطون دونك اوني دون لينوفاسيون اوني دون دي موديل ايكونوميك كي نيكزيست با مش موجودين يعني ما عندناش ماهيش ستارت اب سي حاجه اللي ماهيش موجوده باش تخلق مفهوم جديد يا اخي انت وقت كي تمشي تعمل شركه في لابي يقول لك ليه اللي عندك اخطاء يا ودي انا قاعد نبدا قاعد نخلق قاعد نعمل حاجه جديده ودي تقول لي بوانتي هذيك يا خويا حطي كاز هذيك انت شركه تابعه السيكتور هذا بوان كيفاش نعمل انا وقت كي تحطني بعد يرجعوا لي يقول لي ليه انت ماك 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 تو اكري ولا تو شوازي انت شركه نوعيه انا يعني مشكله كبيره وقت كي انت اليوم عندك ناس من الاداره ما همش متناغمين مع البريفي مش متناغمين مش ما نحكيوش نفس الكلام ما نحكيوش نفس اللغه كل واحد نوع ما تنجمش على خاطر هما الاداره فينالمون هما ايغيغولاريز الاقتصاد التونسي والريغولاريز زاد ليفوليسيون تاع الشركات ما كانش شركه وقت تلقى ما تلقاش روحها تهز روحها وتمشي اليوم مثلا نعطيك ونعاود نقولها راهو قلتها في كل الاجتماعات اللي حضرت فيهم انا الكل نقول لهم الاياب شو اسمه هذيك الكومولوس كومولوس تونيزي كان في 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 فيفري كومولوس تونيزي في مارس ولا كومولوس فرانس عندهم فيزا تالون يهزك يا خويا يجي بحذايا مرحبا بيك وهذا موجود في الالمان اجمع راه الامريكان يفكوا الفرنسيس الفرنسيس يفكوا التوانسه والمغاربه ولا شنو كل واحد يفك للاخر اي احنا شكون نفكوا كان الفرقه ما مش عاجبيننا والاخر مش عاجبنا والاخر اي احنا شنو مش نعمل التوانسه مش عاجبنا ولا الفرقه مش عاجبيننا اي شنو واش نعملوا نفس الكلام اللي قاعد يتقال البارح كان معايا حاتم الزعق معناها باحث ماتيماتيسيان قال معناتها نفقدوا في اشعاعنا قاعدين تفينا يعني تقريبا على خاطر جوستمون خايفين نقصنا تشريعات نقصنا اليوم فرصه للسته جمعيات اللي تلموا لموا توانسه فرصه جوستمون خلينا نخموا وفرصه باش هما خذوا فرصه راهو مش تخمين الفرصه ماهيش تخمين الفرصه هي بلان داكسيون نلقاو حلول فماش تخمين دي لي بلان داكسيون بلان داكسيون انا يعني هاجر سامحني اختي نشارك احنا في الراديو اوني اون ديريكت نقول اللي عندي الفرصه سي فري سي بيان تقابلنا توا خويا بلان داكسيون مش خاطر تقابلنا كهو بسلامه في لامين ليه شنو نعملوا؟ شنو شنو هي لي زيتاب ميتر اون بلاس؟ انت شويه والدوله شويه هذا اش قاعدين نقولوا عبد العزيز؟ شويه هما شويه هما وشويه الدوله كي معناتها تقدم لي خطوه نقدم لك خطوتين يا هيجي لما انسى الدوله حكينا عليها الدوله سيء نعرفوا اللي هي لا حياه لا من تنادي اسمعني باش نعاود لك جمله تقالت باش نعاود لك جمله تقالت به على قليله الدوله كي ما تعاونش ما تعطلش مثلا هذه فكره مثلا ليه نحكي لك انا اليوم عندك جمعيات خلينا من الدوله تو نحكي عندك سته جمعيات تقابلوا يعطيهم الصحه وان ايفينمون اونيك انا عندي انا سي لان دي بلو بو ايفينمون بوان دو فيو كاليتي يعني دي بارتيسيبون هذا ما ثم حتى نشاط اي من بعد يا خويا قبلتني وضحكت لك وبوستك وعنقتك اي من بعد فما فوروم جاي من بعد قلت لك فما فوروم جاي من بعد وفما بالخطوه معناها فوروم دو معناتها الفوروم شنو الفوروم وشنو الاهداف نتاعو والاهداف نتاعو يعني بارابور كوا شنو يحبوا يبدلوا في 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 الوضع في تونس هذا هو فهمت انا حاسب رايي برمي لي بوان لي بلوس امبورتون مش هما بركه راه مش سته جمعيات فما سامحني مئات جمعيات اللي هما فما حتى جمعيات اللي هما بتتخ لوكو اليوم في كندا ولا يعني علاش قلت لك فما اتيود لازم تعمل باش نفهموا ما الينا وما علينا باش هكاك النجم نقول لك انا غدوه كي تعمل فورام شنو لو تيم شنو لا ميسيون دو سو فورام وشنو تحب تعطي وين ماشيين فهمت نجم هكاك النجم حتى نعمل لك فورام نقول لك يا خويا كومون انفستير اون تونيزي اوف نجيب الفيبا ونجيبك الكركارات الكل ونقول لهم يا خويا اعطيهم الاغنيه اللي نعيشوا فيها لين 20 سنه وكي يجي سور تيرا ما يلقى حد وجهه نظر معقوله برشا معناها بون انت تقولي انسى الدوله نقول لك ما نجمش انسى الدوله راهو انسى الدوله مومونتانيمون انت ما هو احنا تو ان اوتر بروبليم عايشينه سي كو فما عباد الوقت عندها مهم وفما برشا عباد وقتها الوقت ماهوش مهم يعني مالوريزمون سي لان دي بلو غرو بروبليم ان تونيزي باغابور ا لونتربريز في كل شيء في الدومين الكل
فما عباد اللي هما مزروبة والوقت سي امبورتون باسكو لا كومبيتيتيفيتي نتاع مؤسسة اللي امبورتون يعني ما تنجمش تعيش إذا تو ني با كومبيتيتيف دونك الوقت مهم وأغلبية الناس ما يهمهمش يقول لك اصبر استنى شنو استنى يا ودي أنا نخدم سوغ مارشي انترناسيونال أنا كي نضيع سي نضيع السوق فهمت ويقول لك أنا ما خاطر هو ما عندوش شكون حاسبه فما برشا مش كان الإدارة بركة فما حتى في البريفي ما فهمت بون بريفي تنجم تختار اما انت البريفي دون ان كاد دو مونوبول ولا اوليغوبول كيما مثلا بنوك ولا حاجه هذاك هو كان عاجبك اسكو سي نورمال انت في بلاد انت معمل باش تطورها اليوم يقول لك كان عاجبك اليوم الدراسه نتاع مشاريع في البنوك ديما مربوطه بالجارونتي وهذا ما قديم هو حتى البرا لكن اون البرا يزون ايفولوي يزون يعني كري ان اوفر فينانسيير ديفيرون احنا قعدنا في هذيك الاوفر كان عاجبك نفهمك وجهه نظر نفهمها عنا فوق العشره وتقول 11 سنه واحنا نفكر وانت تقول توا هيت معناتها كونكريتمون على ارض الواقع شنو نعملوا دونك انت تقول لازم اليوم دراسه لازم احصائيات لازم ارقام محدده باش نفهموا ما باش نفهموا رواحنا معناتها وين نحطوا ساقينا وشنو الخطوه الجايه يعني بكل صراحه يعني الناس كل تحب بس بيضا كل شيء تبدل ليه ما يعطيني الرسم يعطيني لي فري شيفر يعطيني كيفاش باش نجم نقرر واحنا كيفاش اون ايفولو لازمنا راه لازمنا ان مينيموم دانفورماسيون لازمنا زاد ان بلان واضح وفيه شكون باش يخدم زاد العمليات هذوما اسكو باش نعطيهم لشركات بلانيه احنا كانوا لي بلان معمولين بالتوانسه كانوا يبلانيفي لبلادنا المستقبل نتاعها حتى ولينا نعطيو دي بيرو دي تيود اسكو بريه يا خويا مش اما سامحني هيت نعملوا حاجه اكيليبري هيت نعاودوا نبنيو بلادنا بلي كومبيتونس تونيزيان حتى لو كان تونسي عايش برا راه نقولها ونعاودها راه خطر كبير ياسر وقت تقول تونسي عايش برا ما عاش في تونس راه اكبر خطر نقولوه وراه احنا فينالمون اون بروفيت دو تون ارجون وراك ما عاش تونسي انت خرجت برا ما عاش تونسي هذه اكبر خطر ولو هو تونسي كندي ولا تونسي فرنسي ولا تونسي يقعد تونسي ولازم يقعد الاتاشمون والعلاقه هذيك بتونس لازمها تقعد كنت معناتها افكتيف والا معناها مهما كان صفتها ونوعها لازمها تقعد العلاقه هذيك وهذه حقيقه يعني تونس دمنا ولحمنا وعروقنا موجوده هون لدينا نتاعنا مهما نمشي نعيش انا لبرا مهما كان لدينا نتاعي وعروقي هون دونك ما تنجمش تحيدي بلادي مني ما تنجمش دونك انا نقول اللي تونسي هذايا برا عاش لبرا وبرا هز الدرب الفرنسي ولا الامريكي مش المشكل وبرا هز الدرب ما عنده عقد مع بلاده ومع والديه مع سي جرون بارون علاش ما تنحيهولوش اعطيه فرص على خاطر اليوم العبد راه انسان ضعيف والظروف صعبه دونك تعيش بلاد اخرى تعطيه ظروف خير بيان سور يقول لك ما احلاها البلاد هذيا وانت زاد ما تنساش اللي انت تونس نورت افريقيا لازم تكون زاد عندك من بالي ماشي وتخلق انت ديجا ربي عطاك من عنده من بين ماش اللي هي الشميسه والبحر ومحلاها تونس وريحتها ولونها انت ديجا عندك الافونتاج هذا ديجا نستغلوا هذا اليوم عندك دي بوات دو كوم ولا دي يهبلوا في تونس دي جون اكستراوردينير دي فريلانس اكستراوردينير وانت تحطهم فيهم تقول لهم ليه انت وينك فريلانس وينك وخلص واعمل مازال حل شركه فهمت روح يعني اليوم لازمنا نبدلوا لازمنا تبديل الثقافه الاداريه والثقافه التونسيه عامه راه الثقافه التونسيه مربوطه ببعضها الكل مربوطين يكذب عليك اللي يقول اللي في الاداره ما هوش تونسي تونسي بيان سور كيف نجمو انا نقول ديما شوف التونسي وقت كيف يخدم شي اون انتربريز تونيزيان دعات ولا اون انتربريز مثلا براني تلقاه اللي بلو بيرفورمون الور كو في فرد بقعه في تونس عليه خاطر التقى الشركه البرانيه عطيته ظروف خير دونك زاد احنا ما ننساوش اللي زاد الظروف اللي موجوده في بعض الادارات وبعض اللي زاد خايبه برشا ولي موان يعني انا جو برون يعني دو ريفيزيتي بلادنا هي محلها لكن لا ريفيزيتي وكلنا راه بور لا ريفيزيتي لازمنا اون راسومبل نو زيفور
اي يزينا من متقاطع هذايا ما عجبنيش، والاخر عايش في فرنسا ما نحبوش، والاخر عايش ترى شنو، والاخر لا لا كبير لا والاخر هذيك طويل والاخر جوستومون اسمر هذا والاخر اللي قاعد كبير. صاير. لا لا وقيد نحطه جو بونس كو الموضوع نتاع تيرو فريمون بو اتر يعني ان سوجي دو راسومبلومون، على خاطر وخيانا اللي هما عايشين برا اليوم كو سوا طبيب ونجح في تونس ومشى لبرا تحسن الى كري دو لا فالور، كو سوا ان انجينيور ولات عنده شركه، كو سوا تونسي فهمت ولا ارتيست فهمت، لازم نحلوا لهم البيبان، مش كان بيبان الفلوس، ماهوش كان بيبان الفلوس، احنا لازم نحلوا لهم بيبان ديارنا وبيبان بلادهم وديارهم، احنا يسون شيزو فهمت. اي هذاك علاش انا قلت لك باش نحكيو رانا اداره وتشريعات، معناتها مش كان فلوس، هذاك علاش اليوم انت معناتها دخلت معنا ديما نحطوا ونحاولوا معناتها نعملوا دواء على المشاكل وين، يعني المشاكل هي نورمال مو بسيطه وحقنا تجاوزناها ان توكا الوقت شويه قاعد يحصر فينا. شكرا على التدخل معناها المهم عبد العزيز، مرحبا بك ويعيش يا عايش الراديو نتاعنا. هذا شكون نقول انت ولد الراديو، هذا شكون نقول قبيله. احنا بعد شويه عن اكتو كونسو نقعدوا مع الموسيقى وراجعين.